سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بغذاء المتقين من الذكر الحكيم الذي ينفع الناس باستنقاذهم من الضلالة إلى الهدى وإرشادهم إلى الحق. وبفضل أهل الذكر من العلماء يزداد المسلم فضلا وشرفا، وممن اختصهم الله بفضله من هؤلاء العلماء يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال تعالى انظروا ما في السماوات والأرض، نعم، إلى آخر الآية. في نعم. هذه الآية يبرهن الله على وحدانيته، نعم. تفسير ذلك. الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على خلقه بنعمة أنعمها عليهم يمتن بالظرف أولا ثم يمتن بما في الظرف. فإذا قال الحق لله ملك السماوات والأرض، والسماء والأرض دي ظرف لخيرات كثيرة، فيقول آية يقول له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى في حاجتين اثنين، ظرف هو السماوات والأرض ومظروف فيه وهو الخيرات التي تستجد وتهبط علينا من كلنا. إذا قال ما في السماوات والأرض ده في القدر المشترك بينهم وبين بعض، وفي كل واحدة خصوصية، السماء لها خصوصية والأرض لها أعطاء خصوصية. يبقى مرة يقول الظرف ملك السماوات والأرض والمظروف فيه، إما أن يكون مشتركا بين السماء والأرض وهو ما بينهما، وإما أن يكون خاص بالأرض وإما أن يكون خاص بالسماء. فساعة يقول لله ملك السماوات والأرض، تكلم عن الظرف، يقول بس للسماء والأرض العجيبة دي، مش بس كده، ده فيها حاجات كتير وتجد لكم. ولذلك كل يوم نشوف الأرض عمالة تطلع علينا إيه خيرات، ويمكن العصر الحاضر ده هو عصر باطن الأرض، لأن كل الثروات جاية من باطن الأرض، كل الأشياء والمعادن كل دي جاية من باطن الأرض. فإذا الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالظرف، هو الظرف نفسه جميل، سماء الأرض حلوة، إنما المهم اللي فيها إيه. ودائما المظروف يبقى أنفس من الظرف. يبقى إذا في الأرض وفي السماء أشياء أنفس من السماء والأرض. كون عجبكم السماء والأرض دي ده فيها حاجات إيه. ولذلك دلوقتي عصور الفضاء، الأقمار الصناعية، الأشياء اللي بنعملها دي كلها، يبقى كل دي آيات من آيات الحق سبحانه وتعالى. وبدت السماوات والأرض اللي هو الظرف أولا، ثم بدأ ما فيها تباعا، ما بتديش كل اللي عندها. فإذا الحق سبحانه وتعالى حين يحكم شيء ظرفي جميل ومظروفي أجمل، وظرفي يأتي مرة واحدة، ولكن مظروفي يأتي تباعا على مقدار نشاطات العقول ونشاطات البحث ونشاطات الاستقراء. وإذا ما نظرنا إلى شيء نجد أن السماء بجرماء السماوات السبع والأرض، وبعدين بينهما الجو المشترك اللي هو نشوف فيه عجائب. هذا الجو والهواء ده بينقل لنا دلوقتي ذبذبات، نسمع الصوت من أمريكا، نتكلم في سلك كده يجي لنا الصوت من أمريكا. والعجيب أن السيالات التي تأتي لنا مثلا باللاسلك، إذا واحد يسمعها هنا والتاني يسمعها بالعكس والتالت يسمعها بالعكس. أنا بشوف شاشة التلفزيون ألاقي الأشعة جايبة لي الحركة من هنا، والتلفزيون المقابل ليا برضو الأشعة رحالة. نعم، أشياء عجيبة. فبيقول لو أننا تفكرنا تفكيرا جيدا يروعنا السماوات والأرض في ذاتها، ثم بعد ذلك تأتي نشاطاتنا في الحياة فنستنبط ما في الأرض ونستنبط بعض ما. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو كأن لم تغن بالأمس. أخبرنا الله عن غيبيات، أيوة، لا تعرف إلا عن طريق الوحي، نعم، كالملائكة جند الله، نعم، مش الملائكة مطلقة، بل مصطفون من الملائكة كمان يعني يصطفى، مش كل ملك يديله أمن، لا، المصطفى إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يبقى ربنا ما حدش يقدر
عنده طاقة يتلقى بها عن الله وحده. يبقى لازم فيه وسائط. الوسائط دي من الملأ الأعلى ملائكة، مش كلهم، المصطفى من الملائكة. فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله، ومش المصطفى من الملائكة يدي أي بشر، لازم المصطفى أيضا من البشر. يبقى الله ما نقدرش ناخد منه مباشرة، يقوم يجيب مصطفى من الملائكة يتلقى منه، ومصطفى الملائكة يدي لمصطفى أيضا من الإيه؟ من البشر. ليه؟ لأن الطاقة العالية ما نقدرش. إحنا في ماديات الحياة، ماديات الحياة تصل إننا النوم بالصحة والدين، يقول لك أطفئ مصباحك إذا رقدت، لأن ربنا بده يحمي جسمنا من الأشعة، هي نافعة بالنهار، إنما لما تيجي بالليل تضرك، لأن إحنا عايزين حاجة ظلام دامس علشان ترتاح وجسمك كله يرتاح. لكن لما أطفي مصابيحي زي ما قال النبي أطفئ المصابيح إذا رقدتم، أنا عايز أقوم بالليل أروح دكتور الماء مثلا، فيمكن أصطدم بحاجة أصطدم بأقل من حطم، يقوم لازم يبقى فيه ضوء بسيط قوي ولو اهتدي به الى كبس النور. يقوم لما نعمل كده بقى، عايزين بقى بدل ما نعمل كذا شمعة بنجيب يا شمعة يا خمسة شمعة، حاجة بسيطة قوي. خمسة شمعة دي ما تقدرش تاخد من الطيار، ان اتحطت على الطيار الكبير تتفرتك. يقوم بيعملوا ايه؟ ترانسفور، يأخذوا من القوي ليعطي الضعيف. هكذا الرسل، الملائكة تأخذوا من القوي، ومش الملائكة كلهم، المصطفى منهم. والمصطفى من الملائكة ما يديش كل البشر، يدي مصطفى من البشر عشان الطاقات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما الله كلم موسى من وراء حجاب برضو، وبدأ قال له لا أنا عايز أشوفك، قال له لن تراني، مش لن أرى، لا أنت بتكوينك ما تشوفنيش، إنما أنا إذا أردت أخليك تشوفني، زي ما يعمل لنا في الآخرة، وهو يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنت بالتكوين الآن ده ما عندكش طاقة، لكن أنا لما أقدر أخليك تراني يبقى قال مش لن أرى، تتنفت، يبقى المانع من جهته، لكن لن تراني يبقى المانع من جهتك أنت، إنما بدليل أن الله تجلى على الجبل. فلما تجلى الله على الجبل جعله دكة، الجبل اللي هو بشكل الصم ده مش عارف ايه، لم يتحمل ان هو يتجلى الله عليه. موسى لما شاف الجبل من دك صرع، فانت صرعت لرؤيتك المتجلى عليه، فكيف اذا ما تجلى عليك ربك؟ ما تنفعش لك. يبقى اذا فيه الايه؟ فيه الوسائط والغيبيات اللي بتجينا بها على الحق سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، يا رسول من الملائكه يا رسول من الايه؟ من البشر. لكن في غيب له مقدمات، زي احنا بنيجي نجيب نظريه هندسه يبقى فيها معطيات، وبعدين احنا ناخد من المعطيات دي بما ان كذا يساوي كذا وكذا يبقى كذا نتيجة. يبقى المطلوب اثباته، المطلوب اثباته ده كان مجهول، لكن فيه مقدمات تديله. ففيه فرق بين اشياء لها مقدمات العقل قد يصل اليها لكن مستعمل الايه؟ المقدمات. لكن اذا نظرت للمقدمات التي تلد غيبا جديدا كان غيبا ثم صار مشهدا، برضو تجدها آلت الى مخلوق لله. ليه؟ مثلا احنا قلنا من زمان عايزين نبرهن على النظريه 100، بنقول ايه كذا يساوي كذا حصل 90، ولما نيجي نبرهن على 90 نقول كذا كذا يساوي 80 و80 لحد ما ايه؟ طب والنظريه الثانيه حسب النظريه الاولى؟ طب والنظريه الاولى برهنت عليها ازاي؟ بالبديهيه اللي موجوده في الكون من الخالق. يبقى اساس كل علم يبتكر بمقدمات ايضا من مين؟ من الخالق. وفي علم ملوش مقدمات بقى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. ولذلك الناس يقول لك ده لو بيعمل يعلم الغيب ويقول لنا كده وقال لي على بطن البت دي هيبقى فيها ولد ومش عارف ايه وجه الولد، قول له لا، ما يبقاش عالم غيب، يبقى معلم غيب، اعلمه الله باي وسيله من الوسائل فعلمه. حدثنا عن امر انتهاء العالم بالنفخه الاولى، كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وعن البعث
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تفسير ذلك. الحياة بما فيها الإنسان اللي مخلوق من أجل الأشياء. نلاحظ أن الإنسان من آدم له عمره بينتهي، كم جيل جبن بقى من أيام آدم؟ إنما الذي خلق للإنسان عشان يخدمه من يوم قبل ما آدم يجي هو لا يزال، هو الشمس لا تزال هي من يوم آدم، والقمر والهواء بقى تبقى اللي بيخدمني. طب أنت بتقول يا رب دول اللي مخلوقين ليه يعني، ولكن أنا عمال أموت كل كم سنة يمد أو يروح بقى الخادم بتاعي بقى أبقى عمر مني إزاي من الكلام ده إزاي؟ قال لك لا، ده هيجي يوم الخادم بتاعك اللي قد من أول آدم لحد ما تقوم الساعة تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات والشمس تتكور والقمر ينخسف وكل، وأنت اللي تعيش. تبقى أنت خدت حياة أطول من حياة الشمس ومن حياة القمر، تبقى سيادتك مستمرة. بس عشان تستمر سيادتك لازم تروح للي خلقك وتشوفه عايز منك ايه. فالنفخة الاولى علشان كان موت متقطع، كل واحد له اجل، كل واحد له اجل. فيه فرق بين اجل المخلوقات على الارض وبين فيه خلق بين المخلوقات جميعها. بقى المخلوقات بتفنى تباعا، ده النهاردة وبويا بكرة وجدي قبله يعني. انما فيه بقى حاجة تنهي الايه العالم، تنهي المسألة دي كلها. يبقى دي النفخة الاولى عشان تنهي هذه الايه، تنهي هذه المسألة وتشوينا باللي ماتوا قبلنا عشان يبقى فيه بعث لنا ولهم. مش انت اخر مش احنا اخر العالم يسيبنا ما دام حيحيينا يقوم يخلينا ما نموتناش، لا يموتوا كلكم، كلكم تموتوا عشان كلكم تبعثوا. منها خلقناكم فيها وبعدين هتعودوا ايه؟ هتعودوا لها. يبقى لو ان لو ان الله النفخه الاولى اللي هتموت الناس كان يخلي الناس اللي هنبعثهم تاني، لا يبقوا اشتركوا كلهم ايه في انهم فنوا كلهم، يبقى كل من عليها فان، وبعدين نموت كلنا وبعدين نبعث كلنا. خلصت النفقة الاولى لعموميه انقضاء الحياه، حتى ان اللي موجود قبل الساعه ما تكون بلحظه برضه ياخد الموت وبعدين ياخد الايه، ياخد بعد. طب ماتوا كلهم وبعدين ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام كلهم ينظرون. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.